خلينا بقى نروح بعد كده لأخبار النادي الأهلي زي ما متعودين وفرقه المختلفة ومدرستنا العزيزة نورهان طمان موجودة هي دلوقتي في النادي الأهلي بالجزيرة. نورهان صباح الخير عليكي، سامعينك أنا وكريم، تفضلي. يا صباح الخير عليك يا نهواند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، هنطلعكم على أبرز وأهم أخبار النادي، ولكن خلينا نقول لكم طبعا ونوصف لكم الأجواء. الساعات الأولى شهدت طبعا يعني إجراءات احترازية كتير لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية، والعمال شغالين على قدم وساق لاستقبال الأعضاء من الساعات الأولى. الحالة المرورية حول النادي دي جيدة بصورة كبيرة جدا، كمان الجو إلى حد كبير معتدل، يمكن أجواء لطيفة وحالة من السعادة طبعا بعد النجاحات الكبيرة جدا اللي محققها الألعاب الأخرى داخل النادي. نروح بقى للألعاب الأخرى داخل النادي، وحالة طبعا زي ما قلنا لكم من السعادة في صفوف لاعبي تنس الطاولة. يمكن عمر عصر ودينا مشرف يمكن حققوا إنجاز كبير جدا بذهبية أفريقيا اللي حققوها على حساب خالد عسر ويسرى حلمي بنتيجة 4-0. كان الثنائي عمر ودينا تأهلوا إلى النهائي الأفريقي على حساب الزوجي الجزائري بنتيجة 4-0. ولسه مستمرين معاكم مع اخبار الالعاب الاخرى، ولكن على صعيد التنس الارضي النادي الاهلي محقق نجاحات كبيره، وطبعا لاعبيه محققين نجاحات كبيره جدا في بطوله الجمهوريه. يمكن فردي سيدات رنا شريف فازت بالمركز الاول، كمان فازت رنا شريف بالمركز الاول في منافسات الزوجي، وعلى صعيد الرجال فاز مهاب سامي بالمركز الثالث، وتحت 16 سنه حصلت مريم الطويله على المركز الثالث ضمن منافسات بطولة الفردي. كمان حصل عبد الرحمن خالد على المركز الثاني في بطولة الناشئين. اما بقى طبعا يعني كره اليد، ولا زالت يعني اصداء فوز رجال اليد بكاس الكؤوس الافريقيه موجوده هنا وحاله من السعاده في النادي. الفريق بيواصل استعداداته طبعا لمواجهه نادي الزمالك في بطوله السوبر الافريقي المقرر اقامتها ان شاء الله يوم الجمعه المقبل، وهي دي البطوله مش بس بطوله مهمه في طبعا سجلات النادي، ولكن كمان ان شاء الله من المنتظر انه الفريق اللي يكسب البطوله يواجه يروح يلعب إن شاء الله في كأس العالم لسوبر جلوب. النهاردة إن شاء الله الساعة 6 هيلتقي فريق النادي الأهلي رجال لكرة السلة أمام مصر البترول على صالة الأمير عبدالله الفيصل هنا في المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، وده في افتتاح منافسات الموسم الجديد ببطولة القاهرة للسلة. يمكن دي أبرز أخبارنا هنا من داخل النادي الأهلي، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. واحنا بنشكرك جدا برضو زميلتنا العزيزة نورهان على هذه التغطية، شكرا لك.